بسم الله الرحمن الرحيم نلتقي من جديد في حديثنا عن رسم الهمزة المتوسطة وكنت قلت لكم سابقا ان الهمزة المتوسطة الواقعة في وسط الكلمة اما ان ترسم على ياء واما ان ترسم على واو واما ان ترسم على الف واما ان ترسم مخرده على السطر وكنا قد انتهينا في محاضره سابقه من الحديث عن رسمها على ياء وسنبدا اليوم ان شاء الله تعالى في الحديث عن رسمها على واو بهذا الشكل وكنت قد ذكرت لكم سابقا ترتيب الحركات حسب القوه وقلت لكم ان اقوى الحركات على الاطلاق هي الكسره ثم بعدها الضمه ثم بعد الفتحه بهذا انتهينا من الحركات تاتي العلامه الرابعه وهي السكون في اخر القائمه وقلت لكم ان الكسره يناسبها رسم الهمزه على ياء والضمه يناسبها رسم الهمزه على واو نتوقف هنا لان درسنا اليوم هو الحديث عن رسم الهمزه على واو سننظر الى حركه الحرف المهموز وننظر الى حركة الحرف الذي قبله الذي قبله الاحتمالات الممكنة الآن سنلغي منها الكسرة لأنه لو وجد هنا كسرة أو كسرة فسترسم ترسم على ياء لذلك نلغي هذا الاحتمال وسنبدأ الآن فنقول قد يكون الحرف المهموز مضموما وسيكون الذي قبله بطبيعة الحال إما مضموم وإما مفتوح وإما ساكن وفي هذه الحالات سنرسم الهمزه على واو لأن الضمه مساويه للضمه واقوى من الفتحه والسكون. قد يكون الحرف الذي قبل الهمزه هو المضموم ويكون الحرف المهموز مضموم او مفتوح او ساكن ولا فرق سنرسم الهمزه ايضا على همزه اعتذر على واو هنا باذن الله تعالى سترسم بهذا الشكل اذا نستطيع الان ان نلخص قاعده كتابه الهمزه على واو في آآ آآ الامر الاتي ان يكون الحرف المهموز مضموما وقبله ضم او فتح او سكون او ان يكون الحرف الذي قبل الحرف المهموز مضموم والحرف المهموز مضموم او مفتوح او ساكن، اذا قاعده كتابه الهمزه على الواو ان يكون الحرف المهموز مضموما وما قبله مضموم او مفتوح او ساكن، او يكون الحرف الذي قبله مضموم وهو مضموم او مفتوح او ساكن، اي عند اجتماع ضمه مع ضمه وضمه مع فتحه وسكون مع ضم وبالامثله يتضح الكلام ان شاء الله تعالى. لاحظوا معي هذه الكلمات رؤو رؤو الحرف المهموز مضموم رؤو والراء مضمومه ولان الضم هو هو اقوى الحركتين لأن تساوى ضم مع ضمه فقد رسمناها على واو ومثلها تماما شؤون وكؤوس وكؤوس ضم مع ضم فكتبت الهمزه على واو لكن انظروا الى رؤو رؤوف الحرف المهموز مضموم وما قبله مفتوح والضم اقوى من الفتح ولذلك رسمنا الهمزه على واو ومثلها تماما نؤوم اجتمع الضم مع الفتح ومثلها يقرؤون اجتمع الضم مع الفتح ومثلها دؤوب دؤوب اجتمع الضم مع الفتح والضم اقوى فرسمنا الهمزه على واو لانه يناسب الضمه كما ترون. طيب اذا نظرنا الى مسؤول نجد ان الحرف المهموز مضموم وما قبله ساكن ولذلك رسمنا الهمزه على واو لانها تناسب الضمه ومثلها مسؤوليه ومثلها مر أوس مرؤوس الحرف المهموز مضموم وما قبله ساكن والضمة أقوى من السكون انظروا هنا إلى وضوءك وضوءك الحرف المهموز مضموم وما قبله ساكن وضوءه الحرف المهموز مضموم وما قبله ساكن ضوءه الحرف المهموز مضمومة ما قبله ساكن جزاؤه كذلك تثاؤب كذلك تشاؤم كذلك تفاؤل كذلك لذلك الآن لاحظنا أن الحالات التي وجدناها هي ضم مع ضم أو فتح مع ضم او سكون مع ضم والضمه اقوى من الفتحه والسكون ومساويه للضمه هنا ولذلك في كل هذه الحالات رسمنا الهمزه على واو بهذا الشكل واذا تاملنا هذه الامثله سؤال سنجد ان الحرف الذي قبل الهمزه هو المضموم سؤال في حين ان الهمزه مفتوحه فؤاد فؤاد آه مؤدب مؤدب مؤجل مؤكد مؤطر لاحظوا مؤطر مؤلف مؤهل يؤسس يؤلب يؤكد يؤمن يؤرق مؤامره مؤامره لاحظوا معي في كل هذه الكلمات جاء الحرف المهموز مفتوحا وما قبله جاء مضموما والضمه اقوى من الفتحه لذلك اعطينا الهمزه حكم الحركه الاقوى في جميع هذه الكلمات اذا تاملنا من هنا سنجد بؤس الحرف الذي قبل الهمزه مضموم وهي ساكنه والضمه اقوى ب مؤتمر مؤتمن لؤ لؤ مؤنس رؤية يؤذي شؤم مؤلم مؤمن سؤل إلى آخره، لاحظ معي أن الحالات التي رصدت في كل هذه الكلمات هي الآتية أن يأتي ضم وبعده فتح أو ضم وبعده سكون ولذلك تكتب الهمزه في هذه الحالات ايضا على واو، اذا نستطيع ان نقول ان الهمزه تكتب على واو اذا كانت الهمزه نفسها مضمومه وسبقت بضم او فتح او سكون، او كان الحرف الذي قبلها مضموم مضموما سواء كانت مضمومه او مفتوحه او ساكنه فانها ترسم على واو ونلتقي في درس اخر ان شاء الله تعالى